أسعد الله صباحكم بالخيرات والمسرات، عدنا لكم من جديد ولازلنا في مكة المكرمة في رحاب المسجد الحرام. نحن الآن في الجهات الشرقية من المسجد الحرام. هذه الجهات الشرقية يوجد فيها عديد من المعالم، ولعل أبرز هذه المعالم هي هذه المكتبة. هنا يعتقد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم ولد في هذا المكان، ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وضياء، صلوات ربي وسلامه عليه وروحي له فداء. بجوار هذا المنزل وهذه المكتبة هذا الجبل العظيم، جبل أبي قبيس. طبعا الجهات الشرقية لو تلاحظوا هذه المنطقة، هذه كلها منطقة المسعى، هنا جبل الصفا وهنا جبل المروة تقريبا. فجبل أبي قبيس كان مرتبط بجبل الصفا، تمام؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية عندنا هذا الجبل، هذا الجبل هو جبل قعيقعان، وهذا الجبل له ارتباط بجبل المروة، من أجل أن تتصوروا الأماكن وهذه النقاط الرئيسية. أيضا عندنا منزل خديجة بنت خويلد رضي الله عنها في هذه النواحي، لعلنا إن شاء الله نشير له عندما نصل. مقبرة المعلى في هذه الجهات عند باب الغزة، يعرف بباب الغزة، جهات الغزة، وهذه الجهات الشمالية. الجهات الشمالية أيضا عندنا يوجد مسجد الجن وعديد من المعالم الأخرى. وعندنا في مقبرة المعلى دفنت أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. وفي جهات حي النوارية حاليا وكان يعرف بوادي سرف، كان عندنا أو لا يزال عندنا مقبرة أمنا ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها. وبقية أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم جميعا كلهم دفن في مقبرة البقيع في مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لزيارة هذه الرحاب الطيبة المباركة ورحاب مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم. مدينتين طاهرتين كلاهما عينان في رأس، أشجان قلبي بذات النخل والحجر، وأختها تلك ذات الحجر والحجر، تقسم القلب بين البلدتين فلا أنفك من لهب الأشواق في سعره. الآن نمشي ونتجه بإذن الله تعالى إلى أن نشير لكم قبل أن ننهي هذا المقطع إلى منزل خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، على حسب ما أشار لنا أحد الباحثين في مكة المكرمة. إن شاء الله هذه منطقة عبور من الدور العلوي إلى الدور السفلي، فيها منطقة دورات مياه. لازلنا في الساحات الشرقية ومنزل خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. الآن سيكون في منطقة مرتفعة وفي بلاط مختلف عن البلاط المعتاد في المسجد الحرام. انظروا إلى هذه البقعة اللي يوجد فيها بلاط مختلف عن أي بلاط آخر. هذه المنطقة المرتفعة، انظروا البلاط كيف يقال أنه منزل خديجة بنت خويلد رضي الله عنها في هذه الجهات، والله أعلم. طيب، لأجل أن لا نلفت الانتباه إلينا نكمل طريقنا
ولا زلنا بمحاذاة المسعى، وعرفنا في مقاطع سابقة جهات المسجد الحرام. إذا أردت أن تعرف أين موقعك، طبعا نحن الآن في الجهات الشرقية، هنا تشرق الشمس، وجهة برج الساعة هي الجهات الجنوبية، وخلفنا هي الجهات الشمالية، وعن يميننا سيكون الجهة الغربية. هذا ما أحببنا أن نوضحه لكم، ونسأل الله التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.